بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض درس 67 رياضيات للصف الثالث الابتدائي. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش اشترك في صفحتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم. وفقرة تربط في درسنا النهاردة إن شاء الله هيختار المعلم أحد الأنشطة التالية للعمل عليه خلال وقت اربط. النشاط الأول لعبة لغز الضرب، وإحنا عرفناها قبل كده في الترم الأول، ورمي حجر النرد أو رسم المصفوفات أو مشاركة عناصر العد أو لغز المسائل الكلامية أو لعبة معركة الأعداد أو العد بالقفز. طبعا هنستخدم مع بعض لعبة لغز الضرب، وهتكون كالآتي: يخبر المعلم الفصل بأحد عاملي ضرب مسألة الضرب، بعد ذلك يرمي التلميذ حجر نرد أو يختار بطاقة أعداد، ثم يضرب العدد الذي قاله المعلم في العدد الظاهر عند رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة الأعداد. البطاقات اللي هيسحب منها التلميذ فقط، المعلم هيقول رقم وليكن المعلم قال رقم 9، وهيسحب التلميذ بطاقة وليكن رقم 5. هيجي التلميذ يضرب 9 × 5 يساوي كام يا أبطال؟ يكرر 5 9 مرات حتى يصل إلى 45. 5 × 9 = 45، وممكن يعرفها عن طريق 5 × 50 ناقص 5 = 45. هيقول المعلم رقم تاني رقم 2، ويسحب التلميذ بطاقة وليكن رقم 10، 2 × 10 = 20. ويقول المعلم رقم آخر 4، ويسحب التلميذ بطاقة وليكن رقم 6، 4 × 6 = 24، وهكذا حتى تنتهي فقرة اربط من 10 لـ15 دقيقة. وقبل ما نشوف درسنا النهاردة إن شاء الله هنحل بعض المسائل الكلامية. هناك مسائل كلامية هتكون بالشكل ده: لدي 3 أكياس وبداخل كل كيس 6 تفاحات. المسألة واضحة، هضرب 3 × 6، 3 × 6 = 18. طيب ممكن المسألة الثانية تكون بالشكل ده: لدي 4 صناديق يضم كل صندوق 3 أكياس من التفاح. تذكروا أن كل كيس يضم 6 تفاحات، يعني بهذا الشكل: 4 صناديق وكل صندوق به 3 أكياس وكل كيس به 6 تفاحات. طبعا هنستخدم خاصية التجميع عشان نحل مسألة فيها 3 عوامل، هنستخدم خاصية التجميع. خاصية التجميع 4 × 6 × 3، ممكن التلميذ يختار 4 × 3 أو 4 × 6 أو 3 × 4، أي شيء يختاره التلميذ. هنختار 4 × 6 × 3، 4 × 6 = 24، 24 × 3 = 72. أما المسائل اللي هناخدها النهاردة، ودي أول مسألة عندنا في كتاب التلميذ: يأخذ علي من والده 25 جنيها كل أسبوع مقابل القيام ببعض المهام المنزلية، وفي الأسبوع الرابع نسي إخراج القمامة لذلك حصل على 20 جنيها. اكتب مسألة وحلها لشرح المبلغ الذي حصل عليه خلال 4 أسابيع. طب هنحل مسألة زي كده ازاي؟ هنشوف الإرشادات الأول، هتلاقي في كتاب التلميذ صفحة 25: حل المسائل الكلامية التالية واشرح طريقة تفكيرك، يمكنك استخدام كلمات وأعداد وصور. بعد ما قرأنا المسألة هنلاحظ أن علي يأخذ من والده 25 جنيها كل أسبوع، في خلال 3 أسابيع 25 جنيها، يعني هنكرر 25 3 مرات، 25 و25 + 25، في الأسبوع الأخير 20 جنيها فقط. هنحل مسألة زي كده إزاي؟ ممكن نحلها عن طريق الجمع المتكرر: ما يأخذه علي من والده 25 + 25 + 25 + 20، ويجمع التلميذ هنلاقيها 95 جنيها. وممكن نحلها بطريقة أخرى: أنا عندي 25 وهم 4 أسابيع، هقول مثلا 25 × 4، طبعا 25 × 4 = 100 ناقص 5 = 95 جنيها. وممكن نحلها بطريقة أخرى: 25 × 3، 3 أسابيع 25 والأسبوع الرابع 20، يبقى 25 × 3 + 20. لو التلميذ عارف 25 × 3 = 75، هيكمل 75 + 20 = 95 جنيها. طب لو مش عارف ممكن نستخدم خاصية التوزيع. خاصية التوزيع هنوزع 25 على 10 + 15 × 3، هنضرب 10 × 3 و15 × 3، 10 × 3 = 30 و15 × 3 = 45، يعني 30 + 45 = 75، ونكمل المسألة: 75 + 20 = 95 جنيها. المسألة الثانية:
طلبت الأستاذة سلمى 3 مجموعات من أقلام التحديد، تضم كل مجموعة 6 أقلام، يبقى 3 مجموعات وكل مجموعة تضم 6 أقلام. ممكن نضرب 3 في 6 بس لما نكمل المسألة. وبعد توزيع قلم واحد على كل تلميذ في الفصل، تبقى معها قلمان 2، وزعت لجميع التلاميذ اللي في الفصل ولكن تبقى قلمان 2، فما عدد التلاميذ في فصل الأستاذة سلمى؟ يلا أبطال، هنعرف عدد التلاميذ إزاي؟ ممكن نحل المسألة دي على خطوتين. الخطوة الأولى هنعرف عدد الأقلام، والخطوة الثانية هطرح عدد التلاميذ. يعني 3 مجموعات في 6 أقلام، 3 مجموعات في 6 أقلام، هقول عدد الأقلام يساوي 3 في 6 يساوي 18 قلما، ولكن هي وزعت الأقلام وتبقى قلمان، إذن هنقول عدد التلاميذ يساوي 18 ناقص 2 يساوي 16 تلميذا. إذن التلاميذ 16. وممكن نحلها بطريقة أخرى عن طريق الجمع المتكرر، 3 مجموعات وكل مجموعة تضم 6 أقلام، يبقى 6 زائد 6 زائد 6 يساوي 18 قلم. ونكمل المسألة، 18 ناقص 2 يساوي 16 تلميذ. المسألة رقم 3 في كتاب التلميذ، اشترى باسم صندوقا فيه 18 ثمرة، صندوق به 18 ثمرة، يضم الصندوق أعداد متساوية من ثمار التين والموز والبرتقال، يعني 18 موزعة على 3 أعداد، التين يساوي لعدد الموز ومساوي أيضا لعدد البرتقال. أكل باسم ثمار التين كلها، فما عدد ثمار الفاكهة المتبقية لدي باسم؟ اشترى باسم الصندوق به 18 ثمرة من التين والموز والبرتقال، والأعداد متساوية، التين جد الموز جد البرتقال نفس العدد، هو أكل التين. في الحالة دي هنكتب المسألة إزاي؟ 18 على 3، أنا عندي 3 أنواع، 18 على 3 عدد ثمار التين يساوي 18 على 3 يساوي 6 ثمار، يبقى 18 على 3 يساوي كام؟ 6 ثمار. الثمار المتبقية النوع الواحد يساوي 6، الثمار المتبقية ممكن نقول عدد الثمار المتبقية 6 زائد 6 يساوي 12 ثمرة، أو ممكن نقول 6 في 2 يساوي 12 ثمرة. إذن الثمار المتبقية 12 ثمرة. المسألة الرابعة في كتاب التلميذ، تأكل حبيبة كل يوم 10 قطع من المقرمشات في المدرسة، وفي يوم الجمعة تركت 3 قطع من المقرمشات وأكلت 7 قطع فقط. اكتب مسألة وحلها لتوضح العدد الإجمالي لقطع المقرمشات التي أكلتها حبيبة خلال الأسبوع. حبيبة تأكل كل يوم 10 قطع من المقرمشات، مفيش غير يوم واحد في الأسبوع أكلت 7، يعني تركت 3 يبقى أكلت 7. طيب هنعمل إيه؟ الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام، إذن ممكن نضرب 10 في 7. خلي بالك معايا، هنحلها بـ3 طرق. الطريقة الأولى نضرب 10 في 7 يساوي 70، هي كلت جميع الأيام كل يوم 10 قطع ما عدا اليوم الأخير 7، يبقى هنقول 70 ناقص 3 يساوي 67 قطعة، أكلت 67 قطعة. ممكن نحلها بطريقة أخرى، طبعا الأسبوع 7 أيام، كل يوم أكلت 10 قطع، مفيش غير يوم أكلت 7 قطع فقط، هنقول 10 في 6 زائد 7، اليوم الأخير أكلت 7، 10 في 6 يساوي 60 زائد 7 يساوي 67 قطعة. بطريقة أخرى نحلها بطريقة ثالثة اللي هي عن طريق الجمع المتكرر، هنقول 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 6 مرات، وفي الآخر زائد 7، هنلاقيهم 67 قطعة. المسألة رقم 5 والأخيرة في كتاب التلميذ صفحة 26، اشترت ليلى 24 بذرة ولديها 5 أوعية فخارية، تريد ليلى أن تزرع 3 بذور في كل وعاء فخار، فما عدد الأوعية الفخارية الإضافية التي تحتاج إليها ليلى لتزرع جميع البذور؟ أخلي بالي، هنشوف عدد البذور 24 بذرة، وهي هتزرع كام يا أبطال؟ هتزرع 3 بذور في كل وعاء، يبقى هنقسم عدد البذور على 3، 24 على 3 يساوي كام؟ ممكن نقول كام في 3 يساوي 24، مش عارفين، ممكن نشوف جدول 3، 3 في 1 ب 3، في 2 ب 6، في 3 ب 9، في 4 ب 12، في 5 ب 15، في 6 ب 18، في 7 ب 21، في 8 ب 24، يبقى 3 في 8 ب 24، إذن 24 على 3 يساوي 8. أنا كده عرفت عدد الأوعية 8 أوعية،
طيب هي معها 5، يبقى هنطرح 8 ناقص 5 يساوي 3 أوعية، يبقى هتحتاج كم وعاء زيادة؟ 3 أوعية. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.